الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في برنامج النجوم، النجوم الزواهر، النجوم المضيئة، لا النجوم التي تأتي بالليل وتذهب بالنهار، بل النجوم المضيئة على مدى الأزمان والدهور والشهور والأعمار، لأنه إحنا نتكلم عن الرجال الكبار، عن أصحاب النبي المختار حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحقيقة هم النجوم اللي ينبغي أن نسلط عليهم الضوء ونتعلق بهم ونحبهم. الآن إذا تكلمنا أو سمع البعض كلمة النجوم مباشرة ارتبط ذهنه إما بالنجوم التي في السماء أو المشاهير الذي يسمع عنهم بالليل وبالنهار. لا، النجوم الحقيقية اللي نتمنى أولادنا وبناتنا وكل الناس يتعلق بهم هم أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحنسلط في برنامجنا النجوم، حنختار مجموعة من الصحابة اللي نحب إنه أنا وإنت والكل يتعرف عليهم أكثر وأكثر، مثال حتى توضح الصورة. الآن لو ذكرنا وطلبنا، الآن لابد أحد حولك وإنت تسمعني، لو قلنا من هم العشرة المبشرين بالجنة مباشرة؟ الأربعة معروفين، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كذلك سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا الزبير، وسيدنا الطلحة، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا أبو عبيدة عامر ابن الجراح. يا ترى من العاشر؟ يعقل إنه ما نعرف العاشر؟ صدق أن البعض، وأنا أعد هذا البرنامج سألتهم عن العاشر، فقال لي البعض أني أول مرة أسمع بهذا الاسم. يا ترى من العاشر؟ هو سيدنا سعيد بن زيد. إذا كنا يعني البعض لربما نسي اسمه، فكيف هي شأن أخباره وقصصه؟ وقصة كلها عجيبة. سوف نتكلم عن سيدنا سعيد بن زيد، سوف نتكلم عن والده، سوف نتكلم عن إسلام سيدنا عمر بن الخطاب وكيف كان دور سعيد بن زيد في تغيير عمر بن الخطاب، سوف نتكلم كذلك عن دوره في معركة اليرموك، سوف نتكلم كذلك عن كيفية كونه مجاب الدعوة وما صل ذلك بأروى بنت أويس. فنحن نتكلم عن سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ضروري أن نحفظ هذا الاسم لأنه كذلك والده قصته قصة عجيبة جدا. وأنا عد البرنامج احترت أتكلم في سيدنا سعيد أم في والد سيدنا سعيد من جمال قصة زيد بن عمرو. سعيد بن زيد ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب وزوج فاطمة بنت الخطاب، كذلك سيدنا عمر تزوج عاتكة بنت زيد أخت سيدنا سعيد بن زيد، كنيته كان يكنى بأبو الأعور، هذه كنيته. كذلك كان سيدنا سعيد بن زيد نشأ في بيئة عجيبة. ما هي البيئة هذه؟ خلونا نحكيكم أكثر عن والد سيدنا سعيد بن زيد. والده هو زيد بن عمر بن نفيل. لما توصل صورة قصة حياة والده نعرف كيف هذا نشأ في بيئة إيمانية عجيبة. زيد بن عمرو بن نفيل لم يكن يعبد ما يعبده المشركون في جزيرة العرب، بل كان يأنف ما يرى من أحوال وأفعال لا تليق بأصحاب الفطرة السليمة. ويروى عنه في حديث أنه كان مسند ظهره على الكعبة وكان يرى المشركين يأتون بالذبائح في الأعياد والمناسبات وهم يذبحونها بين أوثانهم ويقول لهم الشاء خلقها الله، تذبحونها لغير الله أو بغير اسم الله، ولا يأكل مما لم يذكى باسم الله أبدا. شفتوا كيف الصورة الإيمانية الجميلة اللي كانت عنده، لدرجة أنه في يوم من الأيام قال لهم إلى متى، ونهاهم وزجرهم، فما كان من عمه الخطاب أبو سيدنا عمر إلا أن لاطمه وأغرى به الصبيان وقال أخرجوه من مكة، فكان يخرج إلى غار حراء، كان يخرج إلى حراء، وهكذا كان خروجه من مكة. هنا سبحان الله مضرب مثل جميل. كثير من أمور الدعوات حتى للخير دائما أول ما يقومها الأقارب أو من حولك، وهنا لما كان زيد
ابن عمر يدعوهم إلى الخير، أول من قاومه عمه الخطاب، كما أن النبي المصطفى كان من أول من قاومه عمه أبو لهب. وهكذا دائما فعل بعض الأقارب عندما يرون أمر مستنكر لم يألفونه تكون منهم المقاومة شديدة. أشاهد أنه أخرجوه من مكة، وكان يدخل إلى مكة خفية. أحد المرات اللي دخل فيها إلى مكة سيدنا زيد بن عمر والد سيدنا سعيد اجتمع بورقة بن نوفل وعثمان بن الحارث وكذلك عبد الله بن جحش وأميمة بنت عبد المطلب، وقال لهم: أما رأيتم كيف أصبحت أحوال أهل مكة؟ تنكست فطرتهم وابتعدوا عن دين الفطرة، عن دين إبراهيم، فجعلونا نبحث عن دين الحق. فأخذوا يبحثون حتى تنصر ورقة بن نوفل. وأما عثمان بن الحارث وعبد الله بن جحش فلم يصل إلى شيء، وأما زيد بن عمر فهو يحكي عن نفسه فيقول: ذهبت حتى وصلت وأنا أبحث إلى أرض الشام فوجدت راهب هناك، فقلت له وحكيته بما أريده، فقال: ما أظنك يا أخ العرب تريده إلا أخا إبراهيم، وإن هذا الدين أو ما أريد ما أظنك تريد إلا دين إبراهيم، ولم يوجد ولا يوجد على ظهر الأرض أحد الآن يدين بدين إبراهيم، إلا أنه يظهر نبي آخر الزمان يبعث في قومك وفي بلدك، فارجع إليه، فإن رأيته ووجدته فآمن به والتزمه. هكذا كانت وصية الراهب اللي بالشام. فرجع قافلا في طريقه زيد بن عمرو، وهو راجع في طريقه تذكر بعض الروايات أنه قابل عامر بن ربيعة وقال له: إني رجعت من الشام، وأخبرني الراهب أنه يأتي في آخر الزمان نبي وأنا أنتظره، وإن رأيته سأكون أول من يؤمن به ولا أراني أدركه، فإن رأيته فأبلغه مني السلام وأسلم وكن معه. بالفعل لم يدرك زيد بن عمرو سيدنا رسول الله. تذكر رواية أخرى أنه في طريقه إلى مكة مات، وقبل موته رفع يده إلى السماء وقال: يا رب إن حرمتني من رؤية هذا النبي فلا تحرم منه ابن سعيدة، فلا تحرم منه ابن سعيدة. ما أعطف هذا القلب وما أرحم هذا القلب وما أعظم هذا القلب. استجاب الله دعوة زيد بن عمرو، فحصل المقصود في سعيد بن زيد. ولكن ما حال زيد بن عمرو؟ حال وشأنه عظيم عند المولى سبحانه وتعالى حنعرفه، وحنشوف إيش قال النبي وإيش خص النبي بأحاديث زيد بن عمرو. لكن هذه المقدمة كلها حتى نعرف أثر البيئة الإيمانية، كيف أن البيئة الإيمانية عندما توجد تؤثر وتنشئ النشأ الصالح، فكيف لما كان زيد بهذه الفطرة السليمة وفي هذا الجو الإيماني والحرص على الحنيفية السمحة وعلى دين إبراهيم أنشأ هذه التنشئة العظيمة، أنشأ سيدنا سعيد بن زيد. ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأسلم سعيد بن زيد، وكان من أوائل من أسلم ومن الصحابة. وسبب إسلامه دعوة والده: اللهم إن حرمتني منها فلا تحرم منها ابن سعيدة. وإن كان حقيقة هو رحم ولم يحرم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبلغه السلام عامر ابن ربيعة فقال له بعد أن أسلم: لقد رأيت زيد بن عمرو وأمرني أن أبلغك السلام. فأخبره النبي المصطفى وقال له: لقد رأيت زيد في الجنة يجر ذيولا، يعني له شأن عظيم في الجنة. ويوم من الأيام سأل سيدنا سعيد النبي المصطفى عن والده فقال له: لقد مات زيد بن عمرو على الحنيفية السمحة أو على دين إبراهيم. وفي حديث آخر قال إنه يأتي يوم القيامة أو يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ما هذه المنزلة وما هذا الشأن العظيم؟ هكذا هو التكريم من الملك الكريم لمن مات على الفطرة السليمة على دين إبراهيم وتعلق قلبه بالنبي الكريم. برز سيدنا سعيد بن زيد وتعلق قلبه بدين الله، وتعرفوا اللي أسلموا في الأول ضحوا كثير وأوذوا كثير وصبروا كثير، وقريش
كل أذيتها حتى تنزعهم عن دين الله. فبدل ما هذه الأذية تتحول إلى أمر يصدهم عن دين الله، بالعكس سيدنا سعيد بن زيد سلب أهل الكفر أكبر يعني خسارة لهم في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب، لأنه كان سيدنا زيد سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب سبب قوي في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. يا ترى كيف أسلم سيدنا عمر؟ حنخبركم بعد الفاصل. حياكم الله، رجعنا لكم وكنا بنتكلم عن قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. الشيء العجيب أنه كان الكفار يجتهدوا بأنواع الأذى على سعيد بن زيد حتى يردوه من الإسلام إلى الكفر، وإذا به يلطمهم أكبر لطمة بإدخال سيدنا عمر وإخراجه من الكفر وإدخاله إلى الإسلام. يعني القصة كانت أن سيدنا عمر كان يسمع أخبار محمد 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 وكيف يفعله بالناس ويغير دينهم ويجعلهم يصبعون، فقرر أنه هو ينهي قصة محمد. فذهب والغضب تقاطر من وجهه، فرأه رجل من بني زهرة وقال له إلى أين؟ قال إلى محمد. هذا الرجل كان مسلم وكان يخاف على النبي المصطفى، فأراد أن يرده ويصرفه، فقال تذهب إلى محمد وتريد أن تنظر في ما يحدثه وبيتك قد صبأ؟ قال كيف؟ قال لقد صبأت أختك وزوجها. فغير طريقه ومساره وتوجه مباشرة. في تلك الأثناء كان سيدنا خباب موجود عندهم وكان يتلو عليهم ما نزل من كلام المولى سبحانه وتعالى ويتذكرون كلام المولى. فقدم عليهم سيدنا عمر قبل إسلامه وسمعهم يقرؤون قول الحق سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أن سمعوا صوت سيدنا عمر إلا وتوارى خباب، اختبأ خباب. فدخل عليهم سيدنا عمر ووجد ملامح الارتباك بارزة فيهم، فقال لهم: ما الأمر؟ فكتموا عنه، فقال: لقد سمعت أنكم قد صبأتم. فقال له سيدنا سعيد بن زيد: أولو قد رأينا الحق في غير ما كنا نعتقده، ألا نتجه إليه؟ فما كان منه إلا أن وطئه، دفعه ووطئه، فتأثرت زوجته فاطمة فلطمها حتى أسال الدم منها، وقد كانت تمسك بشيء من كلام المولى سبحانه وتعالى، فقال: أعطيني ذاك اللوح. قالت: لا أعطيك إياه، وأنت على غير طهارة وأنت نجس. فقال: ما للعمل؟ قالت: اذهب واغتسل وتوضأ ثم أعطيك إياه. ففعل ذلك، ثم مسك اللوح فقرأ كلام المولى سبحانه وتعالى، فخرج خباب وقال: لقد أصابتك دعوة النبي المصطفى، فلقد رأيته بالأمس يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فما كان من هذا الكلام إلا أن جعل النور يتشعشع في قلب سيدنا عمر بن الخطاب. توجه سيدنا عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا عمر له هيبة، فلما أقبل والصحابة ما كانوا يعرفون أنه نيته يسلم، خاف بعض الصحابة اللي كانوا حول النبي. سيدنا حمزة كان بجوار رسول الله، قال: نعم عمر، فإن يريد الإسلام فبه ونعم، وأن يريد غير ذلك فقتله أهون ما يكون علينا. فثبتت قلوب الصحابة، فدخل وأقبل على رسول الله، فأراهم رسول الله درسا من القوة والغلبة والمنعة والحفظ والتأييد. ما أن أقبل عليه عمر إلا وأخذ بتلابيب عمر وهزه وقال له: أما آن لك أن تسلم يا عمر؟ فما كان من سيدنا عمر إلا أن قال: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان من أعظم الأيام وأعز الأيام في دين المولى سبحانه وتعالى. فرح الصحابة فرحا شديدا بإسلام سيدنا عمر بن الخطاب. هذا مشهد من مشاهد قصة سيدنا سعيد بن زيد. إذا تكلمنا عن سيدنا سعيد بن زيد تذكرنا دوره في اليرموك. في اليرموك خرج الصحابة قرابة 24,000، لكن قبلهم جيش 124,000. يعني يقول الواصف: فكأنه جبل
تحركه أيدي خفية من كثرة الجيش. خرجوا البطارقة والأساقفة والكل خرج، ولهم هزيم كهزيم الرعد، حتى دب شيء من الخوف في قلوب الجند. فتأثر سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح وصاح فيهم وحثهم على القتال، وقال لهم إنما الصبر منجاة من الكفر. فحرك هذا المعنى القول في أحد الجند وقال له إني عزمت الساعة على أن أمضي إلى رسول الله، فهل لك من رسالة أبلغها رسول الله؟ أنا خلاص قررت إني أستشهد، قررت إني ما حأرجع من هذه المعركة أبدا، عندك رسالة أبلغها للنبي؟ قال له نعم، أقرئه مني السلام وأخبره أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال سيدنا سعيد بن زيد ذلك الخطاب من ذلك الرجل ألهب الحماسة وأشعل القوة في دواخلنا، فقال فقدمت في المعركة وضربت العدو فقتلته وهجمت عليهم بعد ذلك فهجم الجيش، ودارت روح المعركة وقلوب المؤمنين مفعبا بالإيمان حتى تحقق النصر. فكان لسيدنا سعيد بن زيد اليد الطولة في إثارة وتحريك المسلمين في الهجوم بقوة أن يهجموا على الأعداء، كما تنقض الأسد على فريسته. كان هكذا هجوم الصحابة والجند على أولئك الجيش، جيش العدو 24,000 مقابل 124,000، لكن قوة الإيمان، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هكذا يكون الأمر، وهكذا تكون العزيمة، وهكذا تكون القوة. ثم بعد ذلك توجهوا إلى الشام وأجر الله على أيديهم فتح الشام، فما كان من أبي عبيدة إلا أن ولى سعيد بن زيد إمارة الشام. امتثل سعيد بن زيد أمر أبو عبيدة، لكن أبا عبيدة، لكن بعد ذلك أمر أبو عبيدة، لكن بعد ذلك طلب منه أن يدعه من إمارة الشام، فما كان من أبي عبيدة إلا أن استجاب لطلب التنازل عن الإمارة من سيدنا سعيد بن زيد. وهكذا دائما سوف نكرر أن الصحابة كانوا يتدافعون الإمارة ولم يكن يحبونها أبدا لما فيها من المسؤولية، واستجاب الأمر وبعد عن الشام ورجع بعد ذلك إلى المدينة. وحصلت قصة مؤثرة غريبة أن تحصل لسيدنا سعيد بن زيد في المدينة. سيدنا سعيد بن زيد في المدينة المنورة، هل يعقل أن يتهم بالظلم، أن يتهم بالسرقة؟ لكن امرأة اسمها أروى بنت أويس اتهمت سيدنا سعيد بن زيد إنه ظلمها وتخطى على حقها وأخذ من أرضها، ثم بعد ذلك أخذت تلوك بالكلام يمنة ويسرى حتى شكته إلى مروان بن الحكم والي المدينة. فدعاه مروان بن الحكم فقال أنا أظلم، وقد سمعت رسول الله بإذني يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضي. محقول أنا أسوي المصيبة هذه، أسوي الظلم هذا وأنا سامع الحديث هذا؟ ورفع يده إلى السماء لأنه كان من مجابين الدعوة، وقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها وألقها في البئر الذي ادعته علي، وأظهر من أمري نورا يبين الحقيقة للمسلمين. فجاء ما هي هنيها وفترة بسيطة إلا ويأتي سيل ويكشف الأرض فتبان الحدود ويكتشف الأمر، وأن سيدنا سعيد بن زيد لم يتعدى عليها، فيأخذ الله بصرها ثم تسير في البستان وهي عمياء فتسقط في البئر الذي ادعته على سيدنا سعيد بن زيد، فتسقط في وسط البئر فتموت. وهكذا ينبغي لكل واحد منا أن يحذر الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا دعوة المظلوم فإنها سريعة الإجابة. وهذا الذي حصل بين سيدنا سعيد بن زيد وبين أروى بنت أويس. من الأشياء التي أحب أن أذكرها قبل ما أتكلم
عن وفاة سيدنا سعيد بن زيد. سعيد بن زيد شهد المشاهد كلها إلا بدر، وبعضهم يظن أنه ما شهد بدر. كيف نقول أنه لم يشهد بدر وهو الذي أرسله رسول الله من أجل بدر؟ فأن رسول الله أرسل سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا طلحة حتى يتحسسوا من أخبار عير قريش، فخرجوا يتحسسون من أخبار عير قريش، ولما عرفوا أخبارها رجعوا للنبي إلى المدينة عشان يخبروه بأخبار عير قريش، ولكن النبي وصله الخبر قبل أن يصل سعيد بن زيد، فخرج بمن معه إلى عير قريش وحصل ما حصل. فوصل سعيد بن زيد إلى المدينة ولم يجد رسول الله، فخرج لهم وإذا برسول الله عائد من بدر، ودلالة أنهم كان لهم النصيب الكبير من غزوة بدر أن النبي المصطفى قسم لهما بسهميهما ككل أصحاب بدر. فبذلك عندما نقول شهد المشاهد كلها إلا بدر، كذلك نعرف أنه له كان نصيب عظيم من غزوة بدر. توفى سيدنا سعيد بن زيد في السنة 51، في السنة 51 من الهجرة، وعمره 73 سنة. توفى بالعقيق ضحى في أطراف المدينة، فبلغ ذلك سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فخرج له ضحى الجمعة، ثم بعد ذلك غسلوه وحملوه ودفنوه في المدينة وصلوا عليه. وبهذا كانت النهاية لسيدنا سعيد بن زيد، وهي بداية لزمن وأيام في قبورهم وفي دهورهم مقبلة سعيدة بإذن الله، وهو المبشر بجنة رب العالمين من الرسول الأمين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الخلاصة اللي حابين نخرج بها، بعض الأشياء العملية اللي نخرج بها من حلقتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة أن نخرج بأشياء عملية. الحاجة الأولى إن محتاجين نتعرف أكثر وأكثر على سير أصحاب النبي المصطفى، وفي كتب بالفعل كتب عملية عصرية أسلوبها جدا شيق، مثل صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا، مثل رجال حول الرسول، ياريت تكون موجودة في بيوتنا، وياريت أولادنا وبناتنا وحتى إحنا نقرأ فيها ونتعلم أكثر وأكثر. الحاجة الثانية، كلنا شفنا كيف دور البيئة الإيمانية في التنشئة الصالحة. أرجوكم أولادكم بناتكم اربطوهم ببيئة إيمانية تحفظ لهم أعمارهم، يحفظوا فيها القرآن الكريم، يواظبوا فيها على صلاة الجماعة، وأكبر هدية ممكن يحوزوها فيها هي الصحبة الصالحة. الأمر الثالث، كيف نحذر من دعوة المظلوم، الظلم ظلمات يوم القيامة، فلذلك كل واحد مننا ينبغي أن يتجنب الظلم وليتقي دعوة المظلوم. ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى مع نجوم آخرين في الحلقات القادمة.